ولذلك التعامل مع هذا الوضع الشاذ من الناحية السياسية يتطلب موقفا شعبيا رافضا لهذه الممارسات. طيب تقول ان في اشخاص مش رافضين، امر طبيعي. طيب في ناس مستفيدين اصلا من الفساد، فهذول ما نطلب منهم اصلا ان يتعاون. في اشخاص مدلس عليهم، مثل الكلام اللي يقولون الان، يعني ان والله ما يحدث في الشارع الكويتي هو محاولات انقلاب، يعني شيء مضحك يعني. طيب لطالما كانت محاولات انقلاب وعندكم خبر ان انقلاب، يا اخي قدم بلاغ واشتك على الناس وعلمنا من اللي بيسوون انقلاب عشان ما نقعد معاهم. يعني هذا اللي نسمع، والله في انقلاب وهذول يدعون. اذا كان الانقلاب هو اصلاح وضع سيء وخاطئ، طيب وين المشكله؟ هو لازم يكون في انقلاب على المفاهيم اصلا، المفاهيم التي كرست ممارسات سياسيه خاطئه لاكثر من 50 عام. يعني قبل ايام كان احتفاليه الدستور، وهي احتفاليه مضحكه، وجنازة الدستور، قتل الدستور، واحتفال دفع فيه مبالغ من المال العام الاحتفال بالدستور. هذا ذكرني في احتفال صار في فترة من فترات في ليبيا، نفس الطريقة، احتفال في يعني شيء له علاقة بحقوق الإنسان، يعني بالمناسبة المضحك يعني، وبليبيا وحقوق الإنسان. قلت يعني ساعات إن لم تستحي فاصنع ما شئت. احتفال بالدستور غريب. طيب الآن الدستور اللي عطل، لو نشوف بس المدد الزمنية التي عطلت فعالية النصوص الدستورية، النصوص الدستورية، وأنا دائما أقول النظام الدستوري أو القواعد الدستورية ما هي منيو مطعم تختار منه اللي تبي وتعطل اللي تبي وما تطبق اللي تبي، هذه مو بهالشكل المسألة. ولذلك الآن ساعات مثلا لما أي مسؤول، يعني أي مسؤول سياسي يطلع ويقول والله إحنا دولة قانون ودولة مؤسسات، وأنا هذا كلام إنشائي الكل يقوله. يعني انتخابات اللي حصل فيها حسني مبارك على 99% كان يقول إن دولة قانون ودولة مؤسسات ونحترم خيار الأمة، يخرب بيت هالخيار يعني 99%. والمطلوب منا في ظل هذه الفوضى أن نصدق مثل هذه الادعاءات التي لا يمكن للمنطق العادي أن يحترمها. احنا قاعد نقول إن إذا كانت السلطة تستطيع بفعل الأمر الواقع أن تفرض أي سياسة، فلا تتوقع أن يقبل الناس بمثل هذه الأمور، وإلا كان تقليلا أصلا من آدمية الإنسان. لو افترضنا فرض إن صدر قانون طوارئ، مش طوارئ، ضرورة، وقالوا أي شخص يدخل منطقة الشامية لازم يمشي على رجل واحدة، قالوا قانون بعد صدر ونشر بالجريدة الرسمية، مرسوم ضرورة ولا لكم، إيش بنسوي؟ بنقيسها يعني. إما إنك تقبل على نفسك الامتهان وتمتثل لمثل هذه القرارات التي تعلم بأنها غير شرعية غير دستورية، أو إنك ترفض الامتثال لمثل هذه القواعد. الآن تعديل قانون الانتخاب وتعديل آلية التصويت الهدف منها شديد الوضوح، الهدف منها 20 20، يعني 20 شخص تختارهم السلطة لتضعهم في هذا المكان مع 16 حكومة، هذه 36، والباقي يصيروا عرضوا مثل ما تبون. أنا أملك القرار في نهاية المطاف، وهذه مسألة سهلة لأنه وفق المعطيات الحسابية تستطيع الدولة، تستطيع بشكل أو بآخر. ما هي الدولة استخدمت دور رعاية الاجتماعية، تذكرون في المهزلة المسرحية اللي صارت، يعني تخيل المسؤولين اللي يستخدمون المعاقين وكبار السن في مثل هذه المسرحية، كيف تحترم القرارات الصادرة منهم؟ هو لم يحترم ضعف عجوز في 80 نزيلة لدور الرعاية، تسحب عشان يحطون علم الكويت وهي ما تعلم أصلا شو اللي صاير. ولذلك احنا اعتدنا على هذه المسرحيات السخيفة.